السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية. وأنتم تشاهدون هذا الفيديو، اليوم سأقدم لكم وصفة البريوش لقطني وخفيف، وأيضا بحشوة رائعة جدا، حشوة الشوكولاتة، هيحبوه الأطفال والكبار. أيضا بقوا معايا لنهاية الفيديو باش تعرفوا الطريقة والمقادير، وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير سنحتاج لحبتين من الموز يكونوا بالحجم متوسط، ملعقتان كبيرتان من السكر حبيبات، بيضتان بدرجة حرارة المطبخ، ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية، كأس من الحليب الدافئ، عندنا أيضا قطرات من الخل، ربع كأس من الزيت النباتي، وفي الأخير عندنا خليط ديال الدقيق بدون جلوتين اللي غادي نستعمل هذه النوعيه هذه اللي هي شار ميكس بي. غناخذ هنايا الخلاط الكهربائي وغادي نكونوا قطعنا الموز الى انصاف، غادي نوضعوه مع البيض والحليب الدافئ، نمزجوا المكونات مع بعض تنحصلوا على واحد الخليط. بعد ما يعني كيتمزجوا المكونات جيدا، فكناخذ واحد الاناء ديال العمل وكنفرغوا فيه جميع الخليط، بعد ذلك السكر حبيبات ملعقتان كبيرتان وملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية أو خميرة الخبز وملعقة صغيرة من الخل. نخلط المكونات مع بعض وغادي نضيف لهم كأسان من الدقيق الخالي من الجلوتين. كنحصلوا بعدا على هذا الخليط هذا وكنخليوه يختمر لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك غنضيفوا ليه الكمية المتبقية من الدقيق مع نصف ملعقة صغيرة من الملح. هنايا بعد ما اختمر لي يعني هذا الخليط هذا لمدة 10 دقائق، فكنضيف ملعق يعني نصف ملعقة صغيرة من الملح وكأس من الدقيق الخالي من الجلوتين، يعني كأس إضافي. غادي نضيف واحد الكأس آخر اللي هي الآن 4 كؤوس اللي استعملت من الدقيق الخالي من الجلوتين. وأنا كنعجن في العجين، يعني حتى كنحصل على واحد العجين كي التصق بالأيدي، وبعد ذلك كنحبس من وضع يعني الدقيق. هنا كما لاحظتوا ضفت فقط واحد الكمية قليلة من الدقيق باش فقط نجمع به العجين. بعد ما كيتجمع ليا العجين هكذا بهذا القوام هذا كما كتلاحظوا، تقريبا استعملت 5 كؤوس وربع من الدقيق الخالي من الجلوتين. غادي نحاول هكا نجمع العجين، واخر مرحله غادي نضيف ربع كاس من الزيت النباتي وغادي نحاول ندخله جيدا في العجين حتى كيمتصو بالكامل، وبعد ذلك غادي نخلي العجين ديالي يختمر لمدة 45 دقيقة، ومن بعد نرجع أنا وياكم باش نشك. وهنايا بعد الاختمار ديال العجين بالكامل كنحاول هكا نفرغو فقط من الهواء اللي فيه، وغادي نحاول نقسمو إلى وحدات فردية صغيرة باش يسهل عليا التكوير ديالها. هنايا بعد تقسيم العجين الى اجزاء كنحاول هكا نشكله الى كويرات صغيره، يمكن نتوما كتحكموا في الحجم ديال الكويرات. هنايا كنحاول نبسطها فقط قليلا بهذا الشكل هذا، وكناخذ شوكولاته للدهن يعني خاليه من الجلوتين، كنستعمل هذه النوعيه هذه، اولا تقدروا تستعملوا شوكولاته مكعبات كيبقى لكم الاختيار، او شوكولاته منزليه محضره منزليه. كندير واحد المقدار ديال ملعقه صغيره في كل وحده، وكنحاول هكا نطويها بهذا الشكل هذا، ونحاول دائما نسد الاطراف والجوانب باش ما تخرجش لينا الحشوه. وهكا كنكونوا شكلنا اول بريوش، وكنستمر على نفس الطريقه حتى كنكمل جميع البريوش اللي عندي.
وكما قلت لكم ضروري ما غادي نخليه يختمر مرة أخرى. مدة الاختمار فقط من ربع ساعة إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك غادي نمشيو نحضروا الخليط ديال التلميع اللي غادي نديرو من فوق البريوش ديالنا باش ياخذوا داك اللون الذهبي الجميل، ونرشوهم بالسمسم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي بغيوش اللي حشيناهم بالشوكولاته، كيجيو رائعين جدا وكيجيو قطنيين من الداخل وفارغين. ان شاء الله نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، واكون دائما عند حسن ظنكم. وبالنسبه للموز اللي استعملنا فهو يعمل كمحسن لانواع المعجنات والمخبوزات، وكنعرفوا بان الموز كيتواتى جيدا مع الشوكولاته، فنتمنى هذه الوصفة تقدموها للأطفال ديالكم حيت غيحبوها، ياخدوها يعني كلمجة أو مع الشاي لملا. وكان هذا هو نهاية الفيديو، إن شاء الله أتمنى دائما تشجيعاتكم، ولا تنسوا تخليوا لي التعليق ديالكم الجميلة أسفل الفيديو. وما تنسوا شعارنا دائما أن صحتنا في حميتنا. أترككم في أمان الله وإلى اللقاء.